الحقيقة من لما سمعت خبر الزلزال اللي صار بسوريا وتركيا، وأنا مثل كثير من الناس عايش بحالي من الحزن والألم والعجز، مع مئات المقاطع اللي شفناها ما كانت تروح من بال الآية القرآنية اللي يقول فيها الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كأنه هالمشهد حرفيا تجلى أمامنا، وشفنا قديش الناس تهوج وتموج وكأنهم سكارى، وأنه تناسينا ضعفنا وقلة حيلتنا أمام هزة صابت جزء من الأرض. قديش نسينا هالشيء ونحن عم نتآوى على بعض ونتحدى بعض ونتفاخر على بعض ونظلم بعض. هاي الهزة أصابت قلوبنا مثل ما أصابت الأرض، تزلزلت أرواحنا لما شفنا جزء يسير وبسيط من اللي صار. ناس تحت الأنقاض تئن وتنتظر، وناس انفقدت ما نعرف إذا عايشة ولا لا، ناس عم تدور على أهلها وأحبابها بين الأنقاض، ناس عم تنتظر المساعدات، شيء اللي راح لتركيا، شيء اللي راح للمناطق اللي تحت سيطرة الحكومة السورية، شيء معابر مسكرة أبوابها ما عم تسمح إلا لمرور جثث الشهداء. غير البرد والزمهرير، غير صيحات الأمهات، غير بكاء الأطفال، الزلزال اللي مات من نجا ونجا من مات، الآلاف من الشهداء والحصيلة لم تنتهي. كثير ناس عم تسأل وتقول: طيب ليش؟ ليش هيك عم يصير بهاي الناس الأبرياء؟ طيب وين العدل؟ وين الحكمة؟ والجواب بحسب اعتقاد الشخص البسيط دائما موجود بكتاب التعليمات اللي أنزله الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذول شهداء الزلزال رب العالمين اختصر عليهم الطريق إلى الجنة إن شاء الله. وفي حديث نبوي لفت انتباهي فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: الله والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وقد ذكر الله في كتابه: إنكم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. بعرف إنه الحكي سهل، بس اللي عنده إيمان بالله قوي بيعرف الثواب يلي وعد الله للصابرين. وعن جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء والثواب لو أن جلودهم كانت قرطت في الدنيا بالمقاريط. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أسأل الله أن يرحم ضحايا الزلزال ويكتبهم من الشهداء، أن يلهم أهلهم الصبر، أن يشفي المصابين، أن يجبر كسر قلوب المنكسرين، أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبس، سلام.